يواصل العداء الجزائري جمال سجاتي في التألق والبروز على بساط سباق الألعاب الأولمبية. ثالث أسرع رجل في تاريخ الرياضة الجزائرية، جمال سجاتي الذي تمكن من تحقيق التأهل إلى نهائي سباق 800 متر بعد احتلاله المركز الأول. البطل الجزائري والذي حقق توقيت قدره دقيقة وخمسة وأربعين ثانية وثماني جزء من الثانية مكنه من العبور إلى نهائي الأولمبياد. خريج المدرسة العسكرية والذي عرف كيف يكسب خبرة كبيرة في تسيير السباقات ببدايات ذكية ونهايات مريحة. سجاتي والذي يقترب من حصد ميدالية جديدة للجزائر في أولمبياد باريس في الألعاب الأولمبية، خاصة وأن الأمال أصبحت معلقة عليها باعتباره الممثل الوحيد للجزائر في سباق 800 متر. بطل الجزائر والذي ستسلط عليه الأضواء حتما في النهائي باعتباره دخل متصدرا في الثمن ونصف النهائي، فكل الدعم والتشجيع للجزائري جمال سجاتي. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.